ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية. دكتور مجدي، يعني بعيدا عن العلامات أو الأعراض الظاهرة التي يمكن من خلالها تمييز الغذاء الفاسد من الغذاء السليم، مثل اللون، الطعم أو الرائحة، ما هي معايير جودة الغذاء؟ جودة الغذاء ليها معايير زي ما التقرير وضح لنا، خصائص عامة طبيعية بقدر أتعرف منها، ولكن مهم جدا تاريخ الصلاحية أراعيه، لأن في كتير قوي من الخصائص الممرضة أنا ما بقدرش أتعرف منها سببها إيه أو مظاهرها إيه، خصوصا في الأغذية المعبأة أو المعلبة. وعلشان كده بنقول مهم إن أنا أراعي الشكل، أراعي اللون، أراعي القوام إذا كان قدامي، أراعي أيضا تاريخ الإنتاج والانتهاء، أراعي وضع تخزين هذا الغذاء في المحال، هل هو موجود على قارعة الطريق، هل هو معرض للشمس، حرارة أو رطوبة أو ما إلى ذلك، أو موجود في مكان جاف جيد التهوية. يعني معظم الأغذية المعلبة يكون عليها تاريخ الصلاحية، يكون عليها أيضا درجة الحفظ المناسبة لها، إذا وجدت أن درجة الحفظ غير ملائمة هذا دليل على فساد هذا الغذاء. طيب، يعني فيما يتعلق بالأغذية المطهوة، يعني معظمنا أصبح يعتمد للأسف على الأغذية الجاهزة والسريعة والوجبات السريعة، كيف يمكن التمييز خصوصا أنه يتم إضافة بهارات وتوابل قد تخفي الطعم؟ تمام، سؤال رائع، أشكر حضرتك عليه. عشان كده عايزين نقول على المستهلك أن يعتمد على إعداد غذائه داخل البيت بنسبة كبيرة، وده اللي احنا دايما بنوعي بيه المستهلك. أما في حالة ضرورة أنه هو احتاج يتناول غذاء من خارج المنزل، غذاء جاهز، وده ما بيكونش باستمرار، لازم يكون عند الضرورة، وليكن مرة كل 10 أيام أو مرة كل 15 يوم، بنقول إنه هو يلجأ لاستهلاك الغذاء من أماكن كبيرة خاضعة للرقابة، ما يبقاش من على عربات متجولة، من باعة متجولين من قارعة الطريق. الشيء التاني لازم يراعي مدى تناسب سعر المادة الغذائية اللي هو بيشتريها إلى هذه المكونات. ما ينفعش أروح أقول إن أنا هجيب سندوتشات كبدة بسعر متدني جدا، يبقى دي معمولة من إيه؟ علي إن أنا أفرز وميز. الشيء الثالث بنقول مهم جدا إن يكون واضح ليا كل المكونات الداخلة في الإعداد، تكون معروفة ليا إيه، ما أقولش إن ده طعمه جميل وأنا مش عارف معمول من إيه. وبوجه عام بنقول قدر المستطاع نحد من استهلاكنا من الأغذية المطهية أو سبقة التصنيع اللي بتباع في أماكن مجهولة. طيب، علشان أضمن أنها تكون خاضعة للرقابة في حالة استهلاكها. طيب، مع يعني الحرص على هذه المعايير وطب أو طهي الأطعمة داخل المنزل، هناك يمكن أن يفسد الطعام بعد طهيه عن طريق سوء التخزين أو سوء الحفظ، هل لك أن تعطينا بعض الأمثلة على كيفية حفظ الأطعمة في الثلاجات المنزلية حتى تكون صالحة للاستخدام في اليوم التالي على سبيل المثال؟ أيضا سؤال رائع، أشكر حضرتك عليه. بالفعل في دراسات كتير وضحت لحالات من التسمم أو النزلات المعوية اللي تم أصحابها استهلاك أغذية بعد طهيها نتيجة المرحلة الزمنية أو وسيلة النقل والتداول اللي موجودة بين الإعداد وبين التناول. لابد أن أنا في أغذية أحفظها على درجة حرارة التجميد إذا كنت هتناولها بعد مرور 24 ساعة، زي الأغذية حيوانية المصدر اللي جاية من اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو الألبان. أما هناك أغذية إذا كنت هتناولها في خلال 24 ساعة ولكن مدة أكتر من 4 ساعات،
احفظها داخل على درجة حرارة التبريد اللي هي في التلاجة العادية من 2 الى 7 درجة مئوية. لازم ايضا اراعي عزل قدر المستطاع الاغذية ديت عن الهواء، يعني ببساطة اغطي الغذاء اللي انا بتناوله. نقطة كمان مهمة جدا ويمكن التقرير وضحها لنا، اتجنب التلوث الخلطي. التلوث الخلطي هو ان انا ما استخدمش الادوات اللي انا بعد بيها اغذية نيئة زي اللحوم والاسماك والدواجن، ما استخدمهاش في اعداد الاغذية التي تؤكل طازجة. يعني الحاجة اللي انا بستخدمها كسكاكين او بلانشات في تقطيع اللحوم او الدواجن او الاسماك، ما اعدش بيها انواع اخرى الخضرة التي تؤكل طازجة. نعم. إذن دكتور مجدي نزيه، رئيس قسم او وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، شكرا جزيلا لك.